اول شيء نحل التدريبات، نكمل حل التدريبات مع الموضوع يمثل الشكل المجاور عدد من المثلثات استعين بها لاكمال الجدول التالي. طبعا تلاميذ مثل ما تشوفون هاي المثلثات اللي عندي، ومنطيك هنا أنا المثلثات اللون مالتهن، ومنطيك لازم تكتب العدد كم مثلث اكو هنا، ونوعه وفقا لاطوال الاضلاع، ونوعه وفقا لقياسات الدوائر. بس قبل ما ابدي بس احب انوه الشغله، ما اعرف اذا التلاميذ البارحه يعني صار عندهم، مو شرط المثلث اللي يكون متساوي، يعني مو شرط المثلث اللي يكون مثلا شلون نريد نقول خلينا نقول متساوي الساقين او مختلف الاضلاع، متساوي الساقين او مختلف الاضلاع، مو شرط انه يكون قائم الزاويه او منفرج الزاويه. بس هاي النقطه حاب اوضحها، خاف التلاميذ البارحه يعني عبالهم انه لازم يكون هذا المثلث معطول قائم الزاويه، لا معطول هو مختلف الاضلاع اذا هو قائم الزاويه، ومعطول هو متساوي الساقين اذا هو منفرج الزوايا. لا مو شرط، احتمالات تصير اكو اختلاف، وهسه راح تشوفون ان شاء الله من خلال هذا الحل هذا الجدول. فانا شفت هواية تلاميذ رفعوا ايديهم، خلينا نروح على عبد الله عمر. يلا عبد الله عمر انا فاتح لكم الصوت مباشرة، افتح الصوت من يمك واعطيني الجواب. احمد رائد. نعم استاذ. حبيبي احمد، يلا احمد، المثلث هذا الاحمر كم مثلث موجود بهذا الشكل الونه احمر؟ اثنان. عافية بالبطل. زين، هذا المثلث من خلال الاضلاع مالته شو اسمي مثلث شنو؟ مثلث مختلف الزوايا. الاضلاع يعني قصدك مختلف الاضلاع؟ ايه مختلف الاضلاع. متساوي الساقين وياي يا احمد؟ يعني مثل ما تلاحظ عندي هذا الساق متساوي ويا هذا الساق، اذا هذا متساوي الساقين. واضح حبيبي احمد؟ اوكي استاذ. اوكي زين، من خلال الدوايا ما التشبيه مستوى هسه هو متساوي الساقين، ايش بي من خلال الزوايا؟ من فرج الزوايا، حاد الزوايا، قائم الزوايا؟ من فرج الزوايا. اوكي احمد حبيبي ركز وياي هنا، باوع هو هنا ايش تشوف الزاويه هاي منفرجه لو شو نسميها هاي الزاويه؟ زاويه حاده هاي؟ الزاوية الحادة مو قلنا تكون مائلة؟ زين انت ايش تشوف هذا الضلع ايش بيه؟ شلون واقف هذا الضلع؟ مائل؟ منفتح؟ عدل؟ عدل عدل، اذا ما طول عدل هذا شو يكون الزاوية شنو؟ اذا عدل زاوية قائمة. زاوية قائمة، اذا هذا المثلث قائم الزاوية. اوكي حبيبي احمد؟ اوكي شكرا لك حبيبي احمد. يلا ملاك وسام، مو ملاك هادي. يلا ملاك وسام فتحوا الصوت من يمك. نعم استاذ. يلا ملاك رقم 2 كم مثلث عندي بهذا اللون؟ واحد. اوكي زين ايش بيه هذا المثلث؟ ها ملاك شو تقولين؟ هذا
هاد الزوايا، هاد الأضلاع، هاد حاد. لا إذا حاد يعني حاد هاي الزاوية مات، أنا ما أريد الزاوية، أريد الأضلاع مات تشبيهها. باعي على الأضلاع، إذا تشوفين الأضلاع متساوية بالقياس، مختلفة بالقياس، أكو مختلفة بالقياس، مختلفة بالقياس. أوكي خلينا نشوف، مختلفة بالقياس. أوكي عاشت إيدك، مختلفة بالقياس. يعني عندنا هذا ما يساوي هذا وهذا ما يساوي هذا. زين الزوايا مالته ما تشبيهه، عندك ضلع عدل لو كل الاضلاع مائله، كلها مائله. متاكده كلها مائله؟ باع عليها. زين اكو واحد عدل، ما طول اكو واحد عدل. اذا هذا العدل شو مطلع لي؟ مطلع لي الزاويه قياسها ايش قد؟ 90. عافية، ما طول نطلع لي الزاوية قياسها 90. إذا شو أقول عليه؟ مثلث شنو؟ مثلث قائم الزوايا؟ عافية، قائم الزوايا. شكرا إلك حبيبتي، شكرا إلك. يلا ملاك، ملاك هادي. ها ملاك هادي. نعم استاذ. يلا ملاك، الرقم رقم 3 المثلث، كم مثلث عندي بهذا اللون؟ واحد. مثلث واحد، عافية بالبطلة. زين شبيه هذا المثلث؟ مختلف الأضلاع. مختلف الأضلاع، بعد على يدين شوفي. وإذا يمكم الكتاب بعد متساوي الأضلاع، عافية بالبطلة، متساوي الأضلاع. شكراً إليك ملاك، شكراً إليك. يلا عباس. شكراً حبيبتي ملاك، عاشت إيدك. يلا عباس. نعم عباس، هذا المثلث اللي متساوي الأضلاع إيش بيه؟ حاد. حاد الزوايا، أوكي حاد. أوكي شكراً إليك عباس. يوسف عادل. يوسف عادل. ماك يوسف عادل. زين يوسف حبيبي، المثلث الحاد الزوايا، الزاويه مالته قياسها ايش قد؟ اقل من 90. ها حبيبي، اقل من 90. اقل من 90، اذا هو حاد الزوايا متساوي الاضلاع، اذا الزوايا مالته كلها متساويه. اذا كلها متساويه يعني ايش قد بالضبط تطلع؟ 60. 60، عافية بالبطل، شكرا لك حبيبي. 60 زين. اوكي يلا يا نرجس، يلا نرجس. نعم استاذ. نرجس عندك اخر مثلث الاصفر، كم مثلث عندي باللون الاصفر؟ واحد. واحد، اوكي شكرا. زين نرجس، هذا المثلث أضلاع ايش بيها؟ مختلفة. مختلف الأضلاع، أوكي شكرا لك حبيبتي نرجس، شكرا لك. يلا يا دانا. دانا شكر. وين دانا شكر؟ ها دانا شكر موجودة؟ لا. منا أحمد. يلا منا أحمد، افتح الصوت من يمك وجاوبينا. شنو السالفة تلاميذ؟ ليش ما موجودين؟ دانا شكر او منا احمد، اذا ماكو خلينا نشوف. يلا يا محمد الجواد،
محمد الجواد افتح الصوت من يمك حبيبي وجاوب. يلا مريم زيدون. استاذ قائم الزوايا. قائم الزوايا؟ متأكدة؟ اكو بي زاوية عدلة حتى اقول قائم الزوايا؟ حاد؟ حاد؟ شو تقولين انتي؟ انتي جاوبيني. ايش ده تشوفينه حاد؟ ما بي ولا زاوية حادة. زاوية قائمة. منفرد الزوايا حبيبتي مريم. منفرد الزوايا، ما بي زوايا قائمة ولا بي زوايا حادة، إذا تلاحظين شوفوا هنا عبالك شلون منفتح المثلث، فمكون لي زاوية منفرجة. ما أعطوني مكون حتى منها زاوية منفرجة. منها يجوز تطلع زاوية حادة بس، لكن ما أعطوني بي زاوية منفرجة إذا نسميه منفرد الزوايا. شكرا إلك حبيبتي مريم. طبعا إذا سمح الوقت احاول انه اوضح لكم اياه بعد اكثر هذا الموضوع، لان ما اعرف شو اشوف التلاميذ يخربطون بي. زين اوكي تلاميذ، هسه ركزوا وياي، راح نشرح موضوع انماط الهندسه. ايش اقصد بانماط الهندسه؟ طبعا عباس حبيبي تفضل، قلت انا اريد اشرح بانماط الهندسه. يلا عباس حبيبي وضح لنا شنو اللي تعرفه عن انماط الهندسه؟ هذا هو درس سهل، يعني يجيب مثلث مستطيل دائرة، مثلث مستطيل دائرة ويقول اكمل النمط. نحن ايش نكتب؟ مثلث مستطيل دائرة، وحدة النمط مستطيل مثلث، مثلث مستطيل دائرة. اوكي شكرا لك حبيبي عباس، شكرا لهذا التوضيح. اكو بعد احد التلاميذ يحب يوضح شيء بخصوص هذا الموضوع؟ مو مشكلة حبيبتي مريم، التلاميذ اللي ما حضر بهذا الموضوع الفات اللي شرحناه، أنا نشرت الفيديو بالقناة مال المدرسة، تقدرون ترجعون وتشاهدون الفيديو تفتهمون الموضوع بالضبط، مو مشكلة حبيبتي، أنا أعرف مستواك وأعرف أنت شاطرة، شكراً إليك مريم. زين، أوكي تلاميذ، بس أحب أنوه على شغلة يعني تفاجأت هسه بعد ما يعني صار لنا نص ساعة من الدرس، العدد صار 52، لان انتم تعرفون الدرس مالتكم بالاربعة، ليش تجون متاخرين تلاميذ؟ ويفوت من عندكم من الوقت الدرس، يعني انا بديت الدرس ثلث ساعة والعدد بالاربعين، يعني هسه دخلوا بال 12 تلميذ، ما اعرف يعني اتمنى انه تجون من وقت تلتزمون بالوقت. مو مشكلة منا حبيبتي، إن شاء الله على الدرس على الموضوع الجاي راح تخليك تشاركين ويانا. أوكي تلاميذ راح أشرح أني أنماط الهندسة بصورة مبسطة. الأنماط الهندسة إنه أني نمط، وأنتم تعرفون شنو أنماط أخذناه بالرياضيات، إنه النمط أني أمشي على شيء لازم هذا الشيء نفسه أمشي عليه، إذا تلاحظون هنا راسم لك دائرة مربع، تريد تكمل دائرة مربع دائرة مربع وهكذا. زين، إذا نجي هسه رجاء بعد لحد يكتب بالشات، بعد لحد يكتب بالشات اذا الصوت موجود تاكدوا من يمكم، فخلوا له حتى هو حتى تركزون. نظر احمد وسهى الى الاشكال المجاوره فقالت سهى هذا نمط وهو ازرق احمر ازرق احمر ازرق احمر. قال احمد بل هذا نمط هو دائره مربع دائره مربع دائره مربع. كلاهما وصف النمط بطريقته الخاصه. كيف وصفت سهى النمط وكيف وصف احمد النمط؟ زين قبل ما نجي نحكي على شكل النمط، طبعا هنا وصف النمط الدقيق هو بالشكل، يعني صح اللون هو يعني اثنين المهمات الشكل واللون، لكن انا اذا تغير عندي الشكل
راح يتغير عندي راح ما يكون هذا نمط، ولا تغير عندي اللون هم ما راح يكون نمط، فلازم يكون النمط ملتزم بالشكل وملتزم باللون، هاي نقطتين لازم يكون النمط ملتزم بالشكل وملتزم بالنمط باللون. زين نجي هنا أنا. هل الشكل يمثل نمط وإن كان نمط حدد وحدة النمط؟ عندكم هذا الشكل مثل ما تلاحظون دارتين مثلث دارتين مثلث دارتين مثلثين العفو، هذا الشكل يمثل عندي نمط، شلون راح أعرف؟ لاحظوا يا تلاميذ، الخطوة الأولى أبدأ بالشكل دارتين ثم مثلث وهكذا بالانتظام، يعني آخذ البداية. إذا شفت النمط ماشي على هذا الشكل إذا هذا يمثل نمط، إذا شفت لا والله مختلف يعني مثلا هنا مسوي لي دائرة مثلث لا إذا هذا ليس نمط. خطوة ثانية حتى أعرف وحدة النمط مثل ما قال عباس، ألاحظ أن النمط يمشي دائرتين مثلثين ثم دائرتين مثلثين، إذا هنا عندي وحدة النمط هي دائرتين مثلثين دائرتين مثلثين. هذا الموضوع هو كلش بسيط وما بي أي تعقيد. أكمل النمط الهندسي مطيك هذا النمط اللي لك تكمله، باعوا تلاميذ هنا كلها مثلثات لكن شنو الاختلاف؟ اختلاف الألوان، أحمر أخضر عفوا أحمر أزرق أخضر أحمر أزرق أخضر. إذا أجي أنا أريد أكمل وحدة النمط هي أحمر أزرق أخضر وهكذا أجي أكمله أحمر أزرق أخضر. زين هنا أنا مطيني هذا الشكل الشكل الآخر يقول لي هل المخطط أدنى يمثل نمط ولماذا؟ إذا تلاحظون تلاميذ شوفوا يمكم وقولوا لي هل يمثل نمط لو ما يمثل نمط، راح أقول أسماء وأريد التلميذ اللي يقول اسمه على السريع يفتح المايك ويعطيني يقول لي هذا يمثل نمط لو ما يمثل نمط. يلا يوسف زيد على السريع قلت. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، يمثل نمط لو ما يمثل؟ يمثل نمط. يمثل نمط، شكرا. يوسف أحمد جبار. نعم ليس نمطا. اوكي دانا علي. مريم احمد على السريع تلاميذ افتح الصندوق. لا يمثل. لا يمثل اوكي يمثل. محمد شاهين. لا يمثل نمط. رزان. لا يمثل نمط. روان. لا يمثل. اية. لا يمثل نمط. مصطفى. مو نمط. يمثل. لا يمثل نمط. اوكي شكرا لكم تلاميذ، شكرا لكم، وانا طبعا احيي اللي يكتبون بالشات، عاشت ايديكم يا ابطال. عاشت ايديكم، شكرا لكم، مو هذا التفاعل اللي انا اريده. زين، هنا خلينا نشوف، اذا تلاحظون اكو بيكم قالوا يعني الاغلبيه قالوا لا يمثل نمط. زين. شوفوا هنا هذا الشكل بعدين الشكل صاير بهالطريقه هاي صاير هنا مثل الاول لا وصاير هنا مثل الاول لكن هنا انا شوفوا هنا أنا بدا الاختلاف عندي ما طول بدا هنا الاختلاف عندي اذا هذا لا يمثل نمط لانه لم يتكرر بانتظام ولكي يكون نمط يعني هنا أنا لو هذا الشكل صاير هذا شوفوا هنا تلاميذ هذا الشكل لو صاير مثل هذا الشكل يعني لاني لو معكوسات اقول عليه نمط لكن هو هنا عكسين فاذا هذا لا يمثل نمط. طبعا تلاميذ بس احب اوضح لكم شغله هذا الموضوع دائما يجيبونها انتم ان شاء الله من كمون السادس راح تروحون بال تمتحنون تدورون مدارس متميزين هذا الموضوع يفيدكم بالمدارس المتميزه الامتحانات الاختبار الذكاء دائما تكون بهالشكل هذا يجيب لك انماط ويقول لك مثل النمط، يجيب لك عمليه حسابيه ويقول لك كمل العمليه الحسابيه. فتفيدكم هاي المواضيع شويه يعني لازم تكون انت مركز حتى تقدر تعرف الجواب. يعني يقول يجب ان تكون وحده النمط هذه، لو كان لو وحده النمط كانت هذه كان انا اقدر اقول عليها انه هذا يمثل نمط. زين. هسه نجي على حل التدريبات على السريع، عندنا مجموعه بسيطه من التدريبات. يلا همام يقول لك اي المخططات التاليه تمثل نمط رقم واحد همام شو تقول تمثل نمط ولا يمثل
استاذ عيد السؤال لحظه ما قاعد هوي ماما قاعد يقطع اريد الكتاب يمك حبيبي كتاب يمك حتى عسل اذا صوتي قطع يمك يقول لك رقم واحد يمثل نمط لو ما يمثل نمط يمثل نمط يمثل نمط اوكي زين يسر شو تقولين يمثل نمط لا يمثل نمط ليش لا يمثل هذا رقم اثنين لا يمثل الاول يمثل اوكي شكرا لك حبيبتي شكرا لك اوكي بعد خلينا نشوف عائله بيت شو تقول رقم اثنين نعم استاذ رقم اثنين علاوي يمثل نمط لا ما يمثل نمط لا يمثل نمط لا يمثل نمط زين وضح لنا علاوي ليش لا يمثل لأن أول شيء يبدي بمثلثين بعدين الشكل بعدين دائرة بعدين مثلثين والشكل بعدين دائرة بعدين مثلثين بعدين دائرة والشكل لازم دائرة مثلثين يلا يلا الشكل قصدك دائرة مثلثين شكل دائرة أي أوكي شكرا لك حبيبي شكرا لك حبيبي على اللعوة شكراً اليسر وشكراً الهمام زين خلينا نكمل باقي حال التدريبات يلا بسمة أستاذ أكمل النمط الهندسي وحدد وحدة النمط قولي لي شلون راح أكتب مثلث مستطيل دائرة دقيقة يعني أبدي أني هو حاط المثلث ورا المثلث شي يجي مستطيل ورا دائرة ورا شي يجي دائرة ورا الدائرة مثلث ورا المثلث مستطيل دائرة إذن وحدة أوكي شكرا إليش بسمة نور علي نور الحسين باقر وعباس يلا باقر وعباس وينكم تلاميذ انا فتحت السؤال حتى نكون شويه سريعين ليش هالتاخير هذا منا تلا العفو منا احمد اوكي عافية بالابطال اللي دي شاركون بالشات عافية بالابطال يوسف سعد استاذ خاطك اني انت منو مصطفى سعد يلا يوسف سعد مو مشكلة يلا يوسف سعد مصطفى سعد مو مشكلة يلا انا قلت يوسف سعد بس يوسف ما فتح يلا عادي يجاوب مصطفى سعد قل لي بس وحدة النمط شنو هي؟ مثلث مستطيل دائرة عاشت ايدك مثلث مستطيل دائرة شكرا لك حبيبي يا رقية محمد نعم استاذ رقية كملي لي هذا النمط اول شكل شنو هو راح يكون بهذا الفراغ اول فراغ مثلث اوكي شكرا لك حبيبتي زين ليث محمد طبعا تلاميذ اعذروني ما جايبه نفس اللون احنا قلنا لازم يكون النمط نفس اللون اعذروني شويه الالوان مختلفه هذا خطا من عندي لازم يكون نفس اللون انا كنت اتوقع ان واحد من عندكم راح ينبهني بس ما حد حكى فاني قلت لكم انه كان لازم يكون نفس اللون فاعذروني يلا ليث محمد استاذ الفراغ الاول وردي والفراغ الاخير دائره لا الفراغ الاول مثلث الفراغ الثاني شو خلي بيه هذا الشكل يسموه الشكل الرباعي الرباعي احطه بالفراغ الاول وبالفراغ الاخير
ها مو انت اوكي الاخير احط الاصفر الدائره الصفراء. شكرا 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 لك. طبعا حلها زين اوكي. ريت تلميذي يقول لي وحده النمط يا بطل. علي كرم يلا. علي كرم استاذ انا دخلت بنص الدرس فما مو اوكي مو مشكله. مهيمن ما اعرف مهيمن ويانا لو لا. انا دا احاول انه اقول على اسماء اللي يعرفهم. مهيمن موجود؟ اي استاذ موجود. وحده النمط الرباعي والمثلث والدائره. الشكل الرباعي والمثلث والدائره. شكرا لك حبيبي. شكرا لكم يا ابطال. شكرا لكم. عاشت ايديكم. فان شاء الله الدرس الجاي نوضحها لكم. لهنا يكون درسنا انتهى.